بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بناء على طلب كتير من الأعضاء في المدرسة، بنوريكم طريقة لزق رسمة 3D في البوكس الشفاف. وعموما انت كده كده بداية تأسيسك بتمعجن الفواصل الصالونية مش معمول حديد عادي خالص، مش مشكلة، وتبدأ تظبطها ميبقاش فيها حاجة واطية زي ما انتم شايفين. طبعا كده تبدأ تجيب رسمتك وتظبطها على الحمام، الكاميرا أول مكان أنت هتعمله زي ما انتم شايفين. تمام، تبدأ تجيب المادة اللي أنت هتلزق بيها. في بقى يعني إيه، ميزتنا كشعب مصر إن إحنا بنحاول إن إحنا نشغل مخنا شوية. مثلا ممكن المادة الشفافة نفسها مع المسلط بتاعها تمشي تلزق، ممكن الكلة بتاعت مشمع الأرضيات تمشي، اللزق اللي هو بتاع ورق الحائط 3D يمشي برضه. الفكرة إن هو يبقى اللزق جامد، تفرق من واحد للتاني، وأهم حاجة إن اللزق في النهاية يبقى جامد. طبعا شايف الفكرة اتحطها بحطة زي ورق الحائط بالظبط. زي ما انتم شايفين طبعا الباشمهندس وائل الحداد منورنا النهارده. عادي خالص مفيش أي مشكلة. تمام، على هنا شغال فورا. هو الصورة يعني اللي هو الرسومات نفسها دي فليكس بتاع الدعاية والإعلان اللي هو بتاع اليوفط المضيئة، وفي بانر، وفي ممكن تلزقه إن أنت مثلا ممكن تعمل وراء حائط نفس اللي هو 3D، أي حاجة فيها رسمة المهم تبقى خامتها قوية شوية. وده من يعني برضه في ناس عندها معلومات تانية افضل. طبعا المهندس الكبير بتاعنا اللي هو يعني الاب الروحي لمادة البوكسي، المهندس عماد وفدي، ربنا يخليه انسان محترم جدا. ماشي، انا كنت واخد الدورة معاه، واول طبعا اول ما بدأت انفذ قلت انفذ الحمام بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا ده يعني يعتبر فيديو لطريقة لزق الورق اللي هو الرسمة 3D عموما. تمام، هنشوف دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نفرد المادة الشفافة هنعملها فيديو تاني. السلام عليكم.